السيسي يوجه بمواصلة العمل لتحسين منظومة التقاضي بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة. شكري يؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مع ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية. مصر والإمارات واصلان الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات شمال قطاع غزة. مشاهدينا الكرام دائما معنا على شاشة قناة النيل الأخبار من القاهرة، ونحييكم بشكل خاص في مستهل هذه الفترة الإخبارية الشاملة، ونبدأ مع الزميلة أمل نعمان. أهلا بك أحمد، وهذه هي تفاصيل الأنباء. وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف في جهود التطوير وتحسين لمنظومة التقاضي بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الجمهورية مع وزير العدل المستشار عمر مروان، الذي تناول تطورات الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على إجراءات تفعيل قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي والجهود الجارية لاستحداث آليات للتنسيق في إطار القانون بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية القيم الإنسانية والمجتمعية وحشد الجهود الوطنية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودعم تنفيذ المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك من خلال التنسيق بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني المعنية. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا تطورات الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار الجهود الجارية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتحديث آلياتها، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل المكثف في جهود التطوير والتحسين بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، مشددا على تطبيق القانون بكل أمانة ونزاهة ومساواة، تأكيدا لسيادة القانون على الجميع بلا تمييز، وحماية لحقوق المواطنين والمجتمع. وفي تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي تدخل شهرها السادس على التوالي، أكد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مع ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الهولندية. أهمية أن نصل إلى وقف إطلاق النار شيء جوهري ومتفق عليه بشكل كبير. ما نسعى إليه بالتعاون مع أشقائنا في قطر من التوصل من خلال مفاوضات فيما بين الطرفين للوصول إلى وقف إطلاق النار جزئي ينتقل إلى أن يكون وقف كامل لإطلاق النار، إفراج عن الرهائن وإفراج عن المحتجزين الفلسطينيين، أيضا مراعاة لما نحن مقدمين عليه في شهر رمضان الكريم، ومنعا لاستمرار المعاناة الإنسانية خلال هذا الشهر. ولكن الحقيقة هي معاناة إنسانية لابد من التعامل معها بشكل فوري، لأن لا نستطيع تحمل مزيد من الألام المرتبطة بهذه الأوضاع والمشاهد اللي لها وقعها علينا جميعا.
كما أكد وزير الخارجية سامح شكري أن لقاءاته مع وزيرة خارجية مملكة هولندا وكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الأعمار في قطاع غزة تضمنت التأكيد على ضرورة فتح المعابر الأخرى حول قطاع غزة للمساهمة في دخول المساعدات. كما أشار شكري إلى ضرورة سرعة إقامة مركز تحقق في رفح الفلسطينية من قبل الأمم المتحدة لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة. هناك رغبة في فتح المعابر الأخرى، والمعابر الأخرى حتى الآن لم يتم فتحها، ولكن هناك معبر يعمل ولكن لا يعمل بالكفاءة المطلوبة نظرا للقواعد بتفرض من حيث التحقق من المساعدات، إجراءات مطولة ربما عن تعمد للحد من المساعدات لاستمرار حالة الحصار القائمة على القطاع، وأنه الولاية المحددة في قرار مجلس الأمن تفرض السرعة في إقامة مركز للتحقق في رفح الفلسطينية تستطيع أن تعمل بشكل فيه كفاءة بعيدا عن أي نوع من المحاولات الحد والسيطرة. من جانبها ثمنت وزيرة خارجية هولندا هانكي براين سلوت في دور مصر في تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأشارت سلوت إلى أن أعين العالم تركز على مصر نظرا لدورها المحوري في حل الأزمة. ناقشنا باستفاضة الموقف المتأزم والسيء في غزة، وأود أن أعرب عن عميق امتناني وتقديري للدور البناء والمحوري الذي تقوم به مصر في حل هذه الأزمة. مصر تيسر المساعدات الإنسانية والتوسط بين الطرفين المتصارعين، وهذا أمر حتمي. إننا نشعر بامتنان عميق المساعدة أننا استطعنا أن نخرج 80 هولنديا من غزة. لدينا قلق عميق بشأن الأزمة الإنسانية الدائرة في غزة، وهذا الأمر لا يمكن أن يتواصل اليوم، فإن أعين العالم تركز على مصر مرة أخرى. وزير الخارجية سامح شكري قد بحث مع ناظرته الهولندية هانكي سلوت سبل إنهاء الحرب في غزة، ووضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، ناقش خلالها الطرفان علاقات التعاون بين مصر وهولندا وسبل تعزيزها في شتى المجالات بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية الآنية. كما ترأس شكري مع نظيرته الهولندية جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين تناولت متابعة مسار العلاقات الثنائية وتعزيزها في مجالات متعددة، فضلا عن مناقشة الأوضاع في قطاع غزة. وضمن متابعتنا لنشاطات وزارة الخارجية المصرية أيضا، استقبل وزير الخارجية سامح شكري كبيرة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الأعمار في قطاع غزة سيجريد كاج. وتركزت المناقشات بين الجانبين على الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة والتحركات والمقترحات المطروحة لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 بشأن إنفاذ المساعدات الإنسانية. أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها قامت بتفجير 4 دبابات إسرائيلية وجرافتين عسكريتين بقذائف الياسين 105 في حي الأمل غرب خان يونس. في غضون ذلك كثف طيران الاحتلال الإسرائيلي غاراته على رفح مما أوقع عددا من الشهداء والجرحى. يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 124 شخصا خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 30,534 شهيدا و 71,920 مصابا.
وفي ظل تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لا يزال التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة لوقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال لا تزال أمرا بعيدا، وذلك على الرغم من تصاعد وتيرة المطالبات الدولية بضرورة إنجاز الاتفاق قبل حلول شهر رمضان وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة. مفاوضات وجهود دولية مستمرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان. وبحسب مصادر مطلعة على المحادثات الجارية بواسطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، فإن نقاطا شائكة تواجه اتفاق الهدنة وصفقة محتملة لإطلاق سراح محتجزين إسرائيليين في غزة وأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال. وينص الاقتراح الذي تقدمت به الدول الوسيطة على وقف القتال لمدة 6 أسابيع وإطلاق سراح 42 من المسنين والمرضى المحتجزين في غزة في مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. كان مسؤول أمريكي قد أعلن في وقت سابق أن إسرائيل وافقت مبدئيا على بنود المقترح، وقال مصدر في حركة حماس إن الاتفاق ممكن في حال وافقت إسرائيل على مطالب الحركة، مشددا في الوقت نفسه على أن حماس تراعي في المفاوضات المرونة التي تحقق التوصل لاتفاق لوقف العدوان والحرب والانسحاب العسكري من القطاع لتمكين السكان من الرجوع إلى شمال القطاع، وضرورة إدخال ما لا يقل عن 400 إلى 500 شاحنة يوميا من المساعدات الغذائية والدوائية والوقود، بما يضمن تشغيل المستشفيات ومحطات المياه والمخابز. وتطالب إسرائيل حركة حماس بتقديم قائمة بأسماء الرهائن 130 الذين ما زالوا محتجزين في غزة، وتعتقد أن أكثر من 30 منهم لقوا حتفهم، لكن حماس تقول إن إسرائيل تعلم جيدا أسماءهم وأعدادهم، لكنها تريد عرقلة المفاوضات وتأخير التوصل إلى اتفاق في ظل فشل وإخفاق كبير في تحقيق أي من أهدافها المعلنة. والمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من رام الله الدكتور أحمد زكرنا المحلل السياسي. دكتور أحمد، بعد التحية، جهود دولية حثيثة في محاولة لإنجاز سريع للهدنة خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، السيناريوهات المحتملة في رأيك وفي أي سياق وفي أي إطار أيضا تضع هذه الجهود إذا توفرت الإرادة الحقيقية؟ وعلى مشاهدينا ونتمنى لها النجاح بكل تأكيد. للأسف الشديد الطرف الإسرائيلي ما بين محاولات شن وتحديدا الرئيس الوزراء نتنياهو بإفشال أي شروط التوصل إلى صفقة حقيقية تطبق على أرض الواقع، وهذه أسباب مختلفة مع علاقة بشخص نتنياهو وبحكومة التطرف التي ترى في نهاية هذه الزاوية من العدوان هي نهاية حياتهم السياسية، ولذلك يصرون على عدم الانسحاب، يصرون على وقف مؤقت لإطلاق النار، بمعنى أنهم يريدون العودة إلى نفس الشكل الذي نحن عليه اليوم ما بعد يعني خروج الأسرى الإسرائيليين. في المقابل لا يمكن أن ننكر أن الجهود المصرية والقطرية ومن ورائهم ومن معهم الموقف الإدارة الأمريكية الأخير هو موقف يعني متصاعد وحاد ضد حكومة الاحتلال، وقد سمعنا نائبة الرئيس يوم أمس وهي تنتقد بشدة كامينا هاريس، وتنتقد بشدة موقف الحكومة الإسرائيلية، وتشير إلى موضوع ضرورة إدخال المساعدات وضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، واستقبال الإدارة الأمريكية لبني جانس ويعني محاولة إرسال رسائل مبطنة لنتنياهو بأن عليه أن يتعامل بجدية أكثر
مع الموقف العربي والدولي باتجاه صفقة، يعني تدفع باتجاه إبرام صفقة تفرج عن الأسرى الإسرائيليين وتهيئ البيئة لانتقال الحالة التفاوضية على صفقة إلى حل سياسي، ويعني تخفيض مستوى التصعيد في المنطقة. وبكل الأحوال الإدارة الأمريكية بهذا المعنى تحاول تحسين صورتها حول العالم وأمام الشارع الأمريكي والأوروبي، خاصة وأنها تتعرض لضغوط هائلة وباتت في موقف محرج جدا، خاصة بعدما يعني تعرض إليه المواطن الفلسطيني يعني الخارج لمحاولة إيجاد لقمة العيش ويتم قتله وقصفه كما حدث في المجزرة الراشدية قبل ثلاثة أيام. أشكرك جزيل الشكر دكتور أحمد زكرنا المحلل السياسي متحدثا إلينا من رام الله على هذه المداخلة والمشاركة معنا. وفيما يتعلق بملف وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أعلن المتحدث العسكري المصري أن القوات الجوية المصرية تواصل أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومعونات الإغاثة العاجلة على عدد من المناطق في شمال قطاع غزة. يأتي ذلك بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية للمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين بشمال قطاع غزة. استمرارا للجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة، وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، نفذت القوات الجوية المصرية أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومعونات الإغاثة العاجلة على عدد من المناطق شمال القطاع، وذلك بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية للمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة وتدهور الأحوال المعيشية للمواطنين بشمال قطاع غزة. ذلك مع تواصل الجهود المصرية الفاعلة لإقرار التهدئة والتعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة وباقي المؤسسات الأممية لتأمين استدامة المساعدات الإنسانية ونقلها إلى داخل القطاع في ظل استمرار الأزمة الراهنة وما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني من نقص في كافة مقومات الحياة. وفي إطار الجهود المصرية أيضا التي تستمر لدعم قطاع غزة والتي لم تتوقف منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع، قام فريق من الهلال الأحمر المصري بعقد لقاءات وجلسات للدعم النفسي والمعنوي مع بعض الأطفال من قطاع غزة داخل محافظة رفح الفلسطينية، فضلا عن التعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم لسرعة تلبيتها. نقترب من المشهد أكثر وأكثر على الهواء مباشرة، وأرحب بالزميل محمد عبد الصبور الذي ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة لمتابعة كثير من التفاصيل المرتبطة بالدعم المصري المقدم لقطاع غزة. أهلا بك بداية أنا محمد، وأترك لك المساحة كاملة لكي تطلعنا على أهم ما لديك من تطورات تبعتها على مدار اليوم. مساء الخير زميلي العزيز، مساء الخير أمل، مساء الخير على مشاهدي قناتي الأخبار في كل مكان. المساعدات المصرية والمجهود المصري مستمر ومكثف على مدار الساعة في واقع الأمر. نتحدث عن المساعدات ربما الجوية التي ذكرتها في صدر الخبر والإسقاط الجوي بالتعاون بين مصر والإمارات في منطقة شمال قطاع غزة. هذه المنطقة لا تصل إليها المساعدات الإنسانية عن الطريق البري أو عن طريق معبر رفح على الإطلاق، نظرا لقيام إسرائيل بغلق الطرق وتقسيم قطاع غزة إلى عدة أجزاء، الأمر الذي يحول
دون وصول هذه المساعدات الى منطقة شمال قطاع غزة. اما على مستوى المساعدات الانسانية، معبر رفح وفي اخر رقم او اخر تحديث لارقام دخول الشاحنات، نتحدث عن 150 شاحنة عبرت معبر كرم ابو سالم، و107 شاحنة من خلال منفذ الهوجة، وايضا مرور 4 شاحنات للغاز و3 للسولار، بالاضافه لاستقبال حوالي 16 جريحا ومصابا و16 مرافقا لهم على مدار اليوم. اما فيما يتعلق بالمجهودات المصريه داخل قطاع غزه، فيمكن بالامس كان هناك فريق من الهلال الاحمر المصري مكون من 20 فردا من الفتيات والشباب، قاموا بلقاء عدد من اطفال قطاع غزه داخل رفح الفلسطينيه، داخل الخيام التي يقتلون بها، وحاولوا طبعا في جلسات ولقاءات لجلسات الدعم النفسي والمعنوي. تعلم طبعا ولايات الحرب داخل الحرب يعني المسعوره والمتوحشه ضد سكان قطاع غزه، وبالتالي هناك تاثير نفسي شديد على هؤلاء الاطفال، لا سيما الاطفال منهم، وبالتالي كان هناك جلسات للدعم النفسي والمعنوي من جانب الهلال الاحمر المصري، ويعني هناك بعض الفقرات كده الترفيهيه حتى يعني يكون هناك فصل ما بين الواقع المؤلم والمرير، وما بين ان يتشبثوا بنوع من الامل والتفاؤل فيما هو قادم. ايضا الهلال الاحمر المصري فيما يتعلق بالمخيم الاغاثي الثاني الذي تم انشاؤه، تم طبعا تسكين ما يقرب من 4000 من النازحين في منطقة جنوب غرب خان يونس، ولكن يبقى هذا المخيم له خصوصية في الخدمة المميزة المقدمة لهم على مستوى طبعا كرفانات ودورات المياه والمأكل والمشرب والخيام والبطاطين والكهرباء وكشافات الإنارة، وطبعا دائما على مصر المرفوع على هذا المخيم الإغاثي الثاني بالإضافة للمخيم الأول. وهناك أيضا ربما حديث عن مطبخ ضخم في منطقة الشيخ زويد بطاقة 21,000 وجبة يوميا سوف توزع على أهالي قطاع غزة، نعم، من سواء المخيم المصري أو الأماكن القريبة منه. كل هذا طبعا يأتي بالتزامن مع المساعدات الجوية والمساعدات البحرية. ولكن الخبر سريعا يعني زميل عزيز، هناك وفد إيطالي سوف يزور معبر رفح في تمام 9 صباحا ليلتقي بعدد من منسقي الشؤون الإنسانية والإغاثية، وهذه زيارة طبعا تصب في إطار الضغط على إسرائيل وإحراجها أمام المجتمع الدولي، وأيضا المطالبة بزيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وبالأمس طبعا كان هناك زيارة لوفد البرلمان الأوروبي. نعم، الزميل العزيز محمد عبد الصبور متحدثا إلينا على الهواء مباشرة من مدينة العريش في شمال شرق سيناء بالقرب من الحدود مع قطاع غزة. شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة. أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان أموس هوكشتاين التزام واشنطن بالعمل مع الحكومة اللبنانية لإنهاء العنف الحالي في الجنوب، كما أنها تعمل مع شركاء لوقف الأعمال العسكرية بين لبنان وإسرائيل. وأضاف أموس خلال مؤتمر صحفي في لبنان أن مفاوضات السلام هي الحل الأمثل لوقف التصعيد بين الجانبين، مشيرا إلى أن التصعيد ليس في صالح أي طرف، كما أنه لا يوجد شيء اسمه حرب محدودة على حد قوله. وشدد المبعوث الأمريكي على أن بلاده تعمل من أجل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة فضلا عن إطلاق سراح الرهائن، وأشار إلى أن وقف إطلاق النار المؤقت ليس كافيا، كما أن أي هدنة في غزة لن تمتد بالضرورة تلقائيا إلى لبنان. قالت شركة أمر للأمن البحري إن سفينة حاويات ترفع علم لايبيريا ومرتبطة بإسرائيل استهدفت على بعد 88 ميلا بحريا تقريبا جنوب شرق عدن في اليمن. وأضافت الشركة أنه من غير المؤكد ما إذا كانت السفينة قد تأثرت بشكل مباشر أو تضررت بسبب انفجارات قريبة. ومنذ الخريف الماضي يهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر، وقد أدت هجماتهم التي تقترب من 60 هجمة بحسب تقديرات بريطانية أمريكية، وذلك بهدف الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة.
وهذه عودة إلى متابعة جانب من تطورات الشأن المصري، فتزامنا مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة المصرية بيوم الشهيد والمحارب القديم، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحروب مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الأنشطة والفعاليات المقرر تنفيذها خلال هذه المناسبة. يتم الاحتفال بيوم الشهيد في 9 مارس من كل عام، وذلك تخليدا لذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق. تزامنا مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والذي يوافق 9 مارس كل عام، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الأنشطة والفعاليات المقرر تنفيذها خلال هذه المناسبة الوطنية، تخليدا لذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق يوم 9 مارس عام 1969. وأكد اللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب خلال وقائع المؤتمر أن القوات المسلحة لا تدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصاب العمليات الحربية، تقديرا لما قدموه من تضحيات لتبقى راية الوطن عالية خفاقة، فيما أعرب أعضاء الجمعية عن عميق شكرهم وامتنانهم للقوات المسلحة على ما توليه من اهتمام ورعاية. الخدمات وتقديمها الجمعية مش موجودة في أي مكان، أنا جاي من أسوان عشان أقيم هنا في الجمعية، أنا مقيم في الجمعية إقامة كاملة، المكان ده على مستوى الجمهورية يعتبر رقم واحد. الجمعية بتقدم خدمات ممتازة للمصابين ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في العلاج الطبيعي والجراحة والعظام في أكثر من قسم. مؤكدين أن الاحتفال بهذه المناسبة يجسد أسمى معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل. أكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين أن شاشات وإذاعات الهيئة ستعمل على مواكبة كافة أنشطة الألعاب البرلمبية لذوي الإعاقة وتقديم التغطية الإعلامية المناسبة لها، فضلا عن تقديم المساندة الإعلامية. يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم أبنائنا من ذوي الهمم وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لهم. وقد أكد السيد حسين زين خلال لقائه رئيس الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة إيهاب حسنين وأعضاء الاتحاد بمقر الهيئة الوطنية للإعلام بالعاصمة الإدارية الجديدة على أهمية هذه التغطية. وأشاد زين بجهود الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة تجاه أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة وحرصهم على دمج أبناء الوطن العربي من أصحاب الهمم في المجتمع والكشف عن مواهبهم الرياضية. أطلقت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة قناة السويس قافلة طبية بمنطقة فنارة بمدينة فايد بالإسماعيلية، وذلك حرصا منها على وصول الخدمة الصحية للمناطق الأكثر احتياجا. ضمت القافلة 16 تخصصا طبيا لخدمة المواطنين. نتابع سويا هذا التقرير التالي. تواصل مؤسسة حياة كريمة تقديم خدمتها في شتى ربوع مصر. هذه المرة أطلقت قافلة طبية بمنطقة فنارة بمركز فايد بالإسماعيلية بالتعاون مع جامعة قناة السويس لخدمة أهالي المنطقة وتقديم العلاج المجاني. الحقيقة نسب الإقبال كتيرة جدا النهاردة، يعني احنا لحد النهاردة بادئين الساعة 10 صباحا، النهاردة يعني الحمد لله العدد يفوق 3000 مواطن من المقبلين على تلقي الخدمات الطبية. بجانب القافلة الطبية احنا عندنا قافلة بيطرية وقافلة زراعية لتوعية السادة المزارعين بالزراعات وأهميتها وطرق التحسين المحصول. احنا عاملين قافلة طبية عبارة عن 15 تخصص، 15 تخصص طبي، 15 عيادة، تخصصات مختلفة. بنحاول ان احنا نوصل لأهالينا في قرية فنارة، بنستهدف حوالي 3500 مواطن.
بنكشف على الناس، بنشوف الناس محتاجة ايه. العيادات الطبية تم تجهيزها بشكل يليق لاستقبال متلقي العلاج وتقديم الرعاية اللازمة لهم. في عربية لفت برضو في الطريق وزعت، قال لك في حياة كريمة هنا في الشؤون الاجتماعية، عشان كده جينا. انا كنت جاي اكشف عيون وعظام وكشفت وجبت العلاج الحمد لله. كشفت بطنة وعظام وادراح، ادوني علاج للبطنة والعظام وحولون ادراح للجامعة الإسماعيلية. جميلة بصراحة، هي كشفت علينا بصراحة، يعني لنا حتة حتة وكتبت لنا علاج وتحليل وكل حاجة يعني بصراحة. دعم أوجه الرعاية الاجتماعية والطبية من قبل مؤسسة حياة كريمة انعكس إيجابا على المناطق الأكثر احتياجا وتلبية رغبات المواطنين. محمد محروس، النيل للأخبار. نظمت وزارة الداخلية قوافل إنسانية لتوزيع بوات غذائية بالمجان على الأسر الأكثر احتياجا، لا سيما المرأة المعيلة بمحافظات بني سويف والبحيرة والسويس والغربية والأسكندرية، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. يأتي ذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية وفي إطار مبادرة كلنا واحد بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية أطلقتها وزارة الداخلية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، حيث تم توجيه مأموريات إلى كافة المحافظات لتوزيع مساعدات عينية على قاتين المناطق الأولى بالرعاية بهذه المحافظات بخاصة المرأة المعيلة. المبادرة بتيجي باستمرار عندنا وهي موفره لنا حاجات كتيره، وكل سنه وانتم طيبين، ونشكر سياده الرئيس انه فاكرنا دايما في المواسم الحلوه. ولم يقتصر توزيع المساعدات على الاماكن التي تم تجهيزها لاستقبال المواطنين، انما تمتد الى مقار اقامتهم واماكن عملهم، حيث حرصت الوزاره على ايصال هذه المساعدات الى مستحقيها على مستوى الجمهوريه. انا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي انه فاكرنا في حاجه زي كده ومش ناسينا. أحب أشكر وزارة الداخلية والرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقف جنبينا وفكرنا دائما في كل حاجة وفي كل خير. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمل لنا إنجازات في الصوامع وعمل لنا تكاسي في الطرق، كان كل شوية ننزل نبحث ونطلع، لكن دلوقتي الإنجازات ما شاء الله تكاسي حلوة. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد. من محافظة إلى أخرى انتقلت مأموريات وزارة الداخلية، ووسط إشادة كبيرة من المواطنين تم توزيع المساعدات العينية عليهم في ضوء حرص وزارة الداخلية على دعم المواطنين في كل مكان على أرض الوطن انطلاقا من دورها الإنساني والاجتماعي. كل سنة هو طيب وعسى عليه بخير ويزيد من نعيم الله. أنا بحب أشكر وزارة الداخلية على ما موزع علينا الكارتين، وربنا يخلي لينا يا رب ما يحرمنا من النار. هنا شهداء وهنا أبطال، هنا ما بنعرفش محال. الله يخليه الرئيس عبد الفتاح السيسي حاسس بينا ومراعينا. كل سنة حضرتك طيب وربنا يخلي لنا الرئيس يا رب. أنا مبسوطة إن السبت الرئيس فاكرنا وجايلنا في حب الأراضي الزراعية ويدينا مبادرة كلنا واحد، ويربي دايما يبقى فاكرنا على طول. لا شك أن مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية
تواصل نجاحاتها في التخفيف عن كاهل المواطنين من منطلق الدور الاجتماعي والإنساني لوزارة الداخلية، والذي يأتي في مقدمة أولوياتها. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد والقلب وما يريد وإحنا بنحب مصر هنا مصر لجيناها. نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ما سيبناش في المبادرات في أي وقت وفي أي مناسبة، على طول جايين لمحافظة السويس، وكل سنة هو طيب وكل سنة والناس كلها طيبة يا رب. وتأتي هذه المساعدات إسهاما من وزارة الداخلية في دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية في المناطق الأولى بالرعاية، وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين. نشكر السيد الرئيس اللي هو جاب لنا كارتينة رمضان، وكل سنة هو طيب. كتر ألف خيرهم إنهم واقفين جنبينا ومفكرنا على طول على طول على طول. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. عبال كل سنة ورمضان يبقى مبروك عليه ويفتكر الغلابة. حبيبتي الملايين غالية وجوه العين يوم خمسة. ربنا يخلينا الرئيس ويطول لنا في عمره. لما قرب وبعيد شعب الإيد ما نهرمش منك يا رب، وباركنا فيه ويديله الصحة. بنحب مصر هنا مصر لاجيناها. حضرتك طيبه، هرمش من الرئيس وربنا يخليكم لنا يا رب. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب كده يقويه ويعينه ويجعله فخر مصر كلها. هنا ما بنعرفش الخوف، نتحدى في اي ظروف ورئيس الجمهورية بتاعنا، وربنا يخليه لنا. وتحيا مصر، وربنا يخليه. المبادرة دي دايما على طول يفرح بيها الغلابة كله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، ويحيا رئيس الجمهورية. تحيا مصر بيكم، تحيا مصر بشعبها وأهلها. نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعض الفاصل. جامعة المنصورة تنظم ندوة علمية حول المستجدات القانونية والشرعية في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية. نجوب العالم، نبحث عن الخبر والمعلومة بالصوت والصورة. قناة النيل الأخبار على nile.eg، الخبر والمعلومة بالصوت والصورة. الأخبار nile.eg معك في كل مكان. عبر القمر الصناعي nilesat على التردد التالي. قناة النيل الأخبار.
تبقى التحية موصولة لحضراتكم. ما زلنا في هذه الفترة الإخبارية الشاملة ونصل الآن إلى أهم ما لدينا من أخبار المال والاقتصاد. أخبار المال والأعمال والاقتصاد مع زميل محمد عبد الحكم. إليك محمد. شكرا أمل وشكرا أحمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة الاقتصادية. أبرز ما فيها: رئيس الوزراء يوجه ويؤكد بوجود توجهات رئاسية بالإفراج الفوري عن البضائع من الموانئ مع زيادة الموارد الدولارية. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول وجود توجيهات رئاسية بالإفراج الفوري عن البضائع من الموانئ مع زيادة الموارد الدولارية بإتمام صفقة رأس الحكمة، وخلال اجتماع لمتابعة موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية، أشار مدبول إلى أن الأولوية ستكون للإفراج عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يسهم في توازن الأسعار وانخفاضها. خلال افتتاحه احد السلاسل التجاريه بحي الاسمرات، اكد الدكتور علي المصلح ان افتتاح السلاسل ياتي ضمن برنامج الحكومه لتنظيم التجارات الداخليه، مشيرا الى ان معرض اهلا رمضان بها كل السلع بتخفيضات كبيره، وان الشركه القابضه توفر كل السلع. حتى هذه اللحظه الشوادر والمعارض الرئيسية 887 شادر موجودين في طبعا محافظات فيها 20 وفي محافظات فيها 12 وفي محافظات فيها 7 اختلاف المحافظات. المعارض الرئيسية على الأقل في 3 معارض رئيسية في كل محافظة. المجهود الغير طبيعي اللي بيتم في هذا الوقت اللي هو سواء بالتعاون مع كل صناع السلع الغذائية سواء زيوت سواء لبن سواء جبن سواء في اللحوم سواء دواجن، كل هذا بالإضافة إلى المجهود اللي بتقوم به الشركة القابضة الممثلة في شركات الجملة زي الشركة العامة والشركة المصرية والنيل واسكندرية، كلهم تقريبا إحنا مجندين حتى يمكن استمرار ضخ السلع. افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية 4 منافذ أهلا رمضان لتضاف إلى 4 منافذ أخرى لتأمين السلع الغذائية بأسعار مخفضة. تتنوع المعروضات من السلع في معارض أهلا رمضان بمحافظة القليوبية، حيث تطرح يوميا وحتى نهاية الشهر الكريم مختلف أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار تنافسية. الأسعار احنا شايفين زي ما احنا شايفينها ومرينا كلنا فعلا في تخفيضات غير عادية، والظروف الاقتصادية كمان بقت مواتية فعلا في الأيام الأخيرة دي. الإجراءات اللي عملها السيد رئيس الجمهورية والحكومة دي أدت لتخفيض برضه السلع بطريقة ملحوظة يعني، فالحمد لله. يعني السكر طبعا زي ما احنا عارفين 29 ومتوفر بكميات في المحافظة كميات كبيرة يعني. نلاحظ حتى الزيوت مثلا، ودي من السلع اللي بتتأثر تأثر مباشر بسعر الدولار، لأن الزيت في مصر أغلبه مستورد بنسبة 98% مستورد، فإن شاء الله القادم هيبقى أحسن. عدد من الخطط نفذتها محافظة القليوبية للتخفيف على المواطنين بالتعاون مع مديرية التموين والغرف التجارية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20 إلى 30% عن السوق من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة في جميع أنحاء المحافظة. المعرض فيه كل حاجة موجودة، ورز متوفر والسكر متوفر بأسعار جيدة، وكل حاجة بقت متاحة يعني الحمد لله. بصراحة حاجة كويسة أوي، حاجة مفرحة، أول مرة تحصل في أهم من زمان، وأسعار جميلة وأسعار حلوة، وبنشكر سيادة المحافظ على كل حاجة بيعملها لنا يعني. التعليمات اللي هي الأسعار الجديدة وتخفيضات فيها بطريقة يعني غير مسبوقة بالنسبة لأسعار الزيوت مثلا على سبيل المثال، ديت نزلت 3/4 طبعا. الرقابة لازم تكون موجودة عشان نتأكد من جودة السلعة كرقم واحد، ونتأكد من التوزيع والسعر. المعارض الرمضانية تخلق وفرا أكبر ومعروضا أضخم من السلع، تسهم في مزيد من الالتزام داخل أسواق السلع الغذائية الأساسية. ومنها اللحمة طبعا، أول مرة عندنا اللحمة هنا
الجمل ب 280 جنيه واللحمه الكندوز ب 290 جنيه غير السكر 27 جنيه غير الرز غير جميع انواع المنتجات المفيده للمواطنين. مين منزلين عروض اسعار اقل من السعر كله؟ لان عندنا الزيت وصل 60 جنيه، اللي عندنا الرز 26 جنيه، السكر 27 جنيه، وكل ده مش موجود بره في المعرض عندنا الحمد لله بقى موفرين، والسكر متوفر كل يوم لحد اخر رمضان. تاتي معارض اهل رمضان لتحت الزوازونه في السوق مع تلبيه احتياجات المواطنين من السلع الاساسيه والتوسع في اقامتها في القرى والنجوع، فالاتاحه في السلع هي الضمانات الاولى لخفض الاسعار. من مدينة أهم محافظة القليوبية سيد زيد قناة النيل للأخبار. نهاية الوقفة الاقتصادية نعود من جديد إلى الزملاء أحمد وأمل إليكم. أشكرك محمد. نظمت كلية الحقوق جامعة المنصورة ندوة علمية تحت عنوان المستجدات القانونية والشرعية في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية. حضر الندوة دكتور شوقي علامة مفتي الجمهورية ودكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ودكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ولفيف من أساتذة الجامعة ورجال القانون والأطباء. المستجدات القانونية والشرعية في نقل وزراعة الأعضاء البشرية حساس للغاية وخطير لكونه تنازع واضح بين الأصل وبين مصلحة الحفاظ على النفس، فأي إنسان له قيمة عالية حثنا الشرع على إعلانها خاصة وإذا كان يتعلق بموت محقق. هذا ما أعلنه الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية في كلمته خلال الندوة التي حمل عنوانها مناقشة تلك المستجدات والتي نظمتها كلية الحقوق بجامعة المنصورة. بإطار الضوابط التي يضعها القانونيون مع الشرعيين مع رجال الطب والتأكد بالفعل من هذه الخطوات، أظن أننا في سنستقبل مرحلة جديدة في ظل ما نادى به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من إيجاد منظومة طبية متطورة ومتقدمة. لا يمكن أن تكون متقدمة على هذا النحو إلا إذا كان في هذه المسألة بصفة خاصة، إلا إذا كنا وضعنا الضوابط الحقيقية التي نأمن من خلالها أن المتبرع إليه ينجو إن شاء الله سبحانه وتعالى من المرض الذي ألم به. الموضوع ده بيتعلق أيضا بمسألة النقل، يعني ده محتاج نضع له ضوابط، محتاج نشوف هل يتم النقل من الأحياء أم من حديث الموتى، وعملية النقل في حد ذاتها يعني تعتبر مش موضوع شائك يحتاج مننا مزيدا من الدقة ومزيدا من الضوابط، نظرا لمنع الاتجار بالبشر وتعتبر جريمة من الجرائم الدولية التي يحظر فيها الاتجار بالبشر، لأن عملية نقل وزرع الأعضاء عملية تبرع تامة بنسبة 100%. المشاركون بالندوة أكدوا أهمية ضبط مشروع زراعة الأعضاء كتقدم جديد في مجال الطب الحديث، وذلك للحد من اللجوء إليها دون وجود ضرورة تستدعي إجراءها وفق ضوابط قانونية وشرعية. هذا المجال على وجه التحديد يمكن أن يشهد ظواهر إجرامية منها سرقة الأعضاء والاتجار في الأعضاء البشرية، وبالتالي هذه المسألة لا يمكن أن تتم إلا في ظل نظام قانوني متكامل يحدد الضوابط والإجراءات بطريقة منظمة إلى أقصى حد ممكن. قضية شائكة تعددت وتضاربت حولها الآراء بين مؤيد ومعارض رغم صدور قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، والذي يعد بمثابة بارقة أمل للقضاء على التجارة غير المشروعة للأعضاء البشرية. أكدت الدكتور نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق أن نسبة النساء والفتيات في مجال البحث العلمي والقيادة وصلت إلى 48% من الباحثين المصريين. جاء ذلك خلال الاحتفال ببرنامج لوريال يوناسكو من أجل المرأة في العالم في نسخته السادسة. العلاج بالقسطرة الوريدية والاكتشاف المبكر لدلالات الأورام الثدي وعلاج الحروق والصدفية بقشور الأسماك، ثلاث موضوعات مهمة لثلاث باحثات مصريات فزن بزمالة برنامج لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم زمالة مصر في نسخته السادسة، بما يؤكد اهتمام الدولة المصرية لدعم المرأة في مختلف المجالات ومنها البحث العلمي. بحثي فعلا هو مركز على أن أنا أحاول أجيب دلالات أورام
تبقى بشكل دقيق جدا مركزة على الكشف المبكر للسيدات، ويبقى حاجة مش جراحية، تبقى حاجة بس من خلال سحب عينة من الدم. البرنامج ده بالذات هو بيساعد قوي على وجود شبكة من العلماء المتميزين جدا في مجالاتهم. هو بيدينا فعلا دعم مش بس مادي ولا دعم بس علمي، في دعم فني كبير قوي قوي. بنسبة 88% من المرضى اللي بيدخلوا مستشفيات وبيتركب لهم قسطرة وريدية بيحصل لهم مشاكل نتيجة البكتيريا اللي بتنمو على سطح القسطرة، وده بيسبب ان هي ما بتبقاش المضادات الحيوية ما بتبقاش فعالة على البكتيريا دي، وبتسبب مشاكل كبيرة وممكن تسبب لوفيات كمان. انا باختصار بحاول ان انا بغطي القسطرة بمضادات حيوية بشوية تغييرات، بحيث ان هي تزود مفعول المضادات الحيويه، تمنع تكوين البكتيريا على القسطره، وفي نفس الوقت امنع ان انا اغير القسطره الوريديه كل يومين ثلاثه، واللي بتعمل عبء طبعا اقتصادي كبير جدا على المستشفيات وعلى طيب. انا باختصار عامله ضمامه لمعالجه حروق الجلد من الدرجه الثانيه للدرجه الثالثه، بتحاكي فعاليه قشر السمك البلطي، لان في اخر 10 سنين اثبتوا ان قشر السمك البلطي عنده القدره على معالجه حروق الجلد من الدرجه الثانيه للثالثه، ويرجع الجلد لشكله الطبيعي، فبيقدر البني آدم اللي اتعرض لحالة زي دي طبعا انه يرجع سريعا للمجتمع ويبقى عضو فعال فيها. انت بتاخد جائزة مادية بتساعدك انك تحقق البحث بتاعك على ارض الواقع، بتوصلك بباحثين داخل مصر وخارج مصر، وده طبعا عامل مهم جدا. تلك الابحاث العلمية الناجحة والتي روعي فيها ابحاث تخدم المجتمع المصري وتساهم في حل مشاكله بطريقة علمية مبتكرة، ستلقى دعما فنيا ولوجستيا وماديا لضمان نجاحها وظهورها إلى النور بشكل واقعي. هناك منظومة متكاملة يتم إنشاؤها لدعم الباحثات من خلال وجود شبكة لكافة الباحثات الأخريات ليكون مصدر إلهام للمواهب الموجودة، والهدف الرئيسي من برنامج رويال يونسكو هو دعم وتمكين النساء في مجال العلوم فنيا وماديا، والذي تم تنفيذه في 110 دولة، وتم دعم 4100 باحثة من الدول المختلفة، وفي مصر تم تكريم ودعم 18 باحثة منذ تطبيق البرنامج وحتى الآن. دعم البحث العلمي في شخص المرأة المصرية كباحثة من قبل المؤسسات العالمية المانحة واحدة من الخطوات المهمة التي ستعد الصفرة نوعية في تطوير منظومة البحث العلمي في مصر. محمد حلمي، هني للأخبار. وختاما هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. السيسي يوجه بمواصلة العمل لتحسين منظومة التقاضي بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة. شكري يؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مع ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية. مصر والإمارات واصلان الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات شمال قطاع غزة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية المفصلة. ابقوا دائما معنا، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت mail.eg. إلى اللقاء. إلى اللقاء.